أنا آدم ياسين. آدم ده غريب قوي. بشتغل مترجم بالقطعة في جريدة الخبر. شغلك عجبني. الجردان كله هيتحول لقراء الأستاذ آدم. أشوف حاجات غريبة وكوابيس مزعجة. محدش كان مصدقني. لازم تكتب. لما كتبت الحاجات دي واتنشرت في الجورنال. من يوم ما آدم ابتدى ينشر في صفحة التحيات والإعلانات زادت. جه سألني عن حاجات حصلت معايا أنا وواحد صاحبي من شهور، محدش يعرف عنها حاجة غير أنا وهو بس. مع الوقت اكتشفت إن الموضوع مش صدفة، وإن كل حاجة ليها علاقة ببعض. لساته ربه عبده ما يفضحوش. وإني مش لوحدي. ما آدم هتقلب حرب، يبقى هحارب يا آدم. اقتلها، احرقها زي ما حرقت قلبك. في ناس اتخلقوا عشان السر ده يفضل مدفون. كل حاجة ليها علاقة ببعض. دي أضواء متوزعة. فتحت أبواب كتير وفضلت أدور ورا كل باب عشان أوصل. بعد ما وصلت، ولو أنت شايفاني مجنون ابعدي عني، طلعيني من دماغك، أحسن لك وأحسن لي. اكتشفت إن كل الأبواب اللي فتحتها قبل كده مش أبواب الحقيقة. رحلتك لسه ما انتهتش يا آدم، ولما تنتهي هتكتشف إن الحقيقة كانت قدامك طول الوقت وأنت مش شايفها.